بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة بوابة نون الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. ما شاء الله جابوا ملابس شتوية جديدة، ترنجات وسويت شيرت يعني وكده، حاجات جميلة جدا على 25 ريال، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زي ده مثلا ترنج اهو بالبنطلون بتاعه على 25 ريال، وفرو متبطن بالفرو يعني ينفع ايه سويتشيرت كمان وده البنطلون بتاعه ما شاء الله لا قوة إلا بالله على 25 ريال. ومقاسات هنا في بروفر كده صوف على مهير يعني، وسعره 25 ريال عليه ميكي ماوس اهو، تقيل جدا ما شاء الله وناعم. هنا في ترنج اهو عليه علامة بومة ده، وبرده متبطن مهير على 25 ريال، واتنين اكس لارج ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهو يا جماعة الترنج اهو على 25 ريال. في نسائي وفي رجالي وفي ولادي اهو، وده ترنج برضو اهو انا بوريكم ما شاء الله، عايز بس اللي يقلب. وده زي سويت شيرت كده قط اهو قطيفة يعني او مخمل ومتبطن من جوه، الخامة تقيلة او السمك بتاعه تقيل اهو. وفي سويتشيرت اهو برضو، واكيد ده ليه بنطلون اهو ما شاء الله عمالين يرصوا اهو، كل شوية بيجيبوا ايه في حاجات اهو. ده برضو ترنك على 25 ريال ابيض في رصاصي. ده ترنج برضو اهو لونه اسود مكتوب عليه بالانجليزي اهو، ترنج كامل ومهير من جوه يدف جدا ما شاء الله على 25 ريال، كله على 25 ريال في جميع الالوان اهو. كل دي ترنجات اهي، وفي زي جواكت برضو اهي اغلبه ترنجات يعني، ترنجات بالبنطلون بتاعها جميع الالوان. وميكي ماوس اهو ده يمشي ولادي وبناتي، بيجامة نوم جميلة اهي. هنا دي برضو ده دي لها ايه، لها شورت، دي لها شورت افتكروا بنطلون ايه. الدنيا زحمة يا جماعة وانا ايه بصور لكم على قد ما اقدر، ما شاء الله لا قوة الا بالله. حاجات واهم حاجة ان هي ايه شتوي وكل حاجة كاملة، الترنج بالبنطلون ده فستان اسود صوف اهو، وده برضو بروفال صوف، وده برضو جاكيت صوف، لا جاكيت ومن جوه فر حلو اهو. انا هعرض لكم هنا بقى ده ترنج اهو على 25 ريال اهو، ومن جوه مهير، وده جاكيت برضو شتوي على 25، وماركة اهو عليه العلامة دي فاشون اهو. انا بعرض لكم هنا ايه عشان حضراتكم ايه تشوفوا الموديلات يعني وكده، عشان مش عارفه اصور. ده ترنج ولاد يعني اهو على 25، ما شاء الله لا قوة الا بالله. الدنيا زحمة والناس عمالة تشيل، وانا فصلت الفيديو 100 مرة. وادي ترنج تاني شتو اهو وبزعبوت اهو، البنطلون بتاعه في زي احمر، وده برضو الترنج اهو احنا عرضناه الاول
ما شاء الله. عايز ايه اللي يقلب ان كله مرصوص فوق بعضه يعني. اه وفي جميع الالوان، في جميع الالوان الالوان الالوان. اه وفي جنسات، في جنس ده على جنس كده، القماشه بتاعته جنس. انا عايز اعرض لكم اطلع لكم. الله ده بنك حلو، البنك ده حلو. ده ترنج برضو بناتي اهو، البنطلون اسود اهو، وبرضو مهير من جوه عشان يدفي، مهير من جوه اهو يا جماعه عشان يدفي، وتقيل على 25 ريال في بوابتنا. ده برضو جاكيت شتوي اهو او سويت شيرت على 25 ريال. اهو بزعبوت بقبعة يعني او زعبوت. معلش يا جماعة انا بعرض لكم هنا ان ايه كل ما اجي اصور الاقي الناس ايه طلعوا في الفيديو، هروح فاصلة ومشغلة من اول وجديد. هنا ده برضو جاكيت شتوي وبشورت، ليه شورت الجاكيت ده مقاس ميديم. برضو على 25 ريال. ده برضو سويت شيرت بالبنطلون اهو، على 25. انا يا جماعة كده هطول عليكم الفيديو، انا بس بديكم فكرة على الحاجات اللي موجودة في بوابة نون عشان ما تزهوش يعني. والقماشة كلها متبطنة مهير، ايه القماشة كلها متبطنة مهير ناعم عشان يدفي. قلنا جت احذية جديدة اهي ما شاء الله على 30 ريال، اهي دي جديدة برضو اهي، في منها الاسود دي جديدة. حطوا احذيه جديده، دي جديده برضو ما صورتهاش امس لو سمحت. وانا يا جماعة ما شاء الله كميات من الأحذية والملابس. في ناس جت بتقول احنا جينا لقينا الأحذية كلها تقيلة اهي، تقيلة فين؟ خوف الريشة اهي، خوف الريشة. ايوه هي بصراحة عندها في حاجات تقيلة وفي حاجات خفيفة. اه في حاجات خفيفة وفي حاجات تقيلة، انتوا بقى نقوا الخفيف. اهو ولون تاني اهو ما شاء الله، دي خفيفة جدا اهو. وعليها علامة اللي هي ايه نايكي دي. في جنسات اهي، هي جنسات على 25، ترنجات جميع الاشكال، ترنجات اهي. وده جاكيت طويل صعقة اهو، وابيض من جوه زي قلوبكم البيضة عشان ما تزعلوش. هنا برضو في سويتشيرت اهو عليه كف مولع نار. هنا برضو سويت شيرت لونه اصفر زي بوابة نون
اهو على 25. ده ترنج ولادي وبناتي على 25، كله على 25، كبير وصغير على 25. ما شاء الله كان كله ده مليان، وما شاء الله لا قوة الا بالله الناس شالته عشان شتوي وجاي في ميعاده، يعني جاي في وقته الشتوي ده. ده برضو حلو متبطن من جوه اهو. سويت شيرت على 25. انا بصور لكم كل شيء يا جماعه. ده طقم اهو خروج بناتي، طقم خروج تيشيرت مع بنطلون مع جاكيت وماركة اهو. ده طقم كامل كمان للواحد، يعني هصوره لكم يا جماعه. ده طقم خروج كامل اهو بناتي، تيشيرت بالبنطلون بالجاكيت حلو، وده ترنج برضو، ودي بجامه مهيره اهي عليها فليمنجو اهي على 25 مهير، هي مهير. في جاكيت احمر شتوي اهو وفر برضو على 25، كله سعر موحد، كبير صغير على 25 ريال. الجاكيت ده على 25. انا ده ترنج كامل على 25 اهو. الناس ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يزيدهم، عمالين ما شاء الله لا قوة الا بالله عمالين يشيلوا اهو. 25 25. في سويت شيرت وفي ترنج اهو. فستان بناتي مناسبات اهو على 25. التيشيرتات دي على 5 ريال. في جوانتيات فروة اهي على 5 ريال 75 هللة، وفي جميع المقاسات فرو من هنا، هي ملهاش صوابع، هي بس على قد كف اليد، لكن الصوابع ما فيش صوابع. في جميع الالوان، في الفرو وفي الصوف. طبعا دي اللي هي بتدفي الودان اهي، في دي الصوف، صوفي 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 اهي، والفتحة اللي بتدخل منها الصباع الكبير اهي. نقاشات مختلفة يعني اهو في الشكل ده. ده بربطوز اهو بناتي، شكله حلو اهو وتخيل وبزعبوط وعليه في فلافل اهو على 25. والترنج ده على 25. حلو الترنج ده على 25. قماشته حلو تدفي. نختم هنا ان شاء الله، ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.